مساكم الله بالخير والعافية. نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة وشغل جديد وأكل جديد. أكيد اليوم راح نشتغل شاورما الدجاج بالأفخاذ، وراح نشتغل كذلك كريمة الثوم أو اللي يسموها الثومية. خلينا نشوف مقادير الدجاج ونرجع نسوي سوارة نسوي كريمة الثوم. عندي أفخاذ دجاج راح يكون ممكن نص كيلو ممكن كيلو براحة، عندي لبن وعندي راشي وعندي عصير حامض وعندي بهارات شاورما دجاج وعندي هيل ودارسين وملح ومعجون طماط راح يكون عندي وشطة أو دبس الفلفل اللي هو يكون بارد براحتكم. هاي البهارات هم عندي نافل في الأبيض وعندي زنجبيل وعندي كمون وكزبرة ورجوري مجفف، وراح يكون خردل موجود وبابريكا ودارسين وكاري وكركم. خلينا اول ما نبدي بالافخاذ، الافخاذ هنا اني منقعها بخل اكيد، وخال وياه شويه مي وخال وياه عصير حامض، هذا كله هنا خالهم على مود اتخلص من الزفر اللي موجود بيه. اول ما راح نبدي راح نفصل منه ونبدي هنا نطلع العظم اللي موجود عندنا، وهنا كذلك نتخلص من العظم لهنا. نجي هنا كذلك نفس الحالة نحاول نفصل منه نفصل ونطلع العظم اللي عندنا، كذلك هنا هم نفصل هاي. هم بنفس الطريقة نفصلهم هنا كذلك، نفصل أول شيء هنا بعدين نطلع العظم اللي عندنا. نستخدم الأفخاذ دائما اللي هي تكون دهينة، افضل يكون من الصدر، كذلك سعرها هم يكون ارخص من ما نستعمل الصدر. ضروري نخليهم بالخل وانهم حامض بالبداية. شوفوا رأسا يطلع العظم عندنا. الشكل هذا نفصل العظم كل اللي عندنا.
هذا صار جاهز. نجي على الفخض الأخير 5. شوفوا العظم يطلع عندنا رأسا. هاي خلص عندي الأفخاذ اللي موجودة. نخلي نغسل ايدنا ونخلي كاسين تنغسل. هذا هنا الأفخاذ صارت جاهزة عندي مثل ما تشوفون. إذا باقي عندنا شوية عظم ضروري إنه نتخلص منهم. ونبدي نفتح بهالشكل هذا على مود اي مكان ثخين عندنا قبل ما نقطع يكون عندنا يعني الارتفاعات الموجوده قطع الفخذ تكون متساويه. ما كذلك هنا ما عندكم موضوع الياف وما الياف مثل ما موجود عندنا باللحم. هو والجلد ليش يشيلون الجلد مالته؟ اكيد راح ينطيه فدسومه حلوه. هذا انتهينا منه. هنا خلينا نبدي نحضر التخميره اللي عندنا اللي هي راح تكون سريعه يعني راسا نخمر ونشتغل بيها مباشره. اللبن والراشي عصير الحامض. اول شيء راح نخلي عصير الحامض. بعدين راح نخلي اللبن. نضيف الراشي. هنا راح نضيف دبس الفلفل اللي هو بارد وممكن تستخدمون الشطه كذلك نفس الشيء. شوف شنو اللي يعجبكم. اذا كانت حاره تحبوها ممكن تستخدموه. هنا المعجون. هذا كله صار هنا عندي. خلي شويه هيل. نخلي دارسين. هم موجودات بالبهارات بس أنا أفضل أنه يزيدون عن ما موجود بالبهارات لحالهم يكونون. هنا عندي البهارات.
خلي الملح نضيف عليه شوية زيت نخلي الدجاج ويا التخميرة اللي سويناها هنا نغسل الوسك مالتنا والمضرب نخليها على جانب ننظف الميز مالتنا نشيل التختة اذا احتاجينها بعد شوي نجيبها دائما اي مكان عندكم يوقع عليه لحم او دجاج حاولوا تعقموه او تستخدمون وياه الملح على مود نتخلص من اي موضوع بكتيريا ممكن تسبب عندنا ريحه وخصوصا يعني التخت الخشب لان تحتفظ بالمواد بمساماتها ممكن دجاج ممكن لحم بعدين تسبب ريحه عندنا فالافضل دائما ورا ما تخلصون العمل باي شيء تستخدمون الملح يكون افضل كمعقم يعني شلون يموت كل البكتيريا اللي ممكن تسبب الريحه عندنا. اكيد الزيت عندنا هذا الزيت نفسه اللي اشتغلنا به البصل ذاك اليوم كان هاي نسولف من ناحيه اقتصاديه انه ما ذبينا خليناه عندنا على مود نقدر نستعمله ايش وقت ما نحتاج. نجيب هاي الطاوله هنا هسه وهسه راح نبدا نشتغل المرحله الاولى اللي موجوده بالكريمه اللي سولفنا عليها كريمة الثوم اللي طلبها الأخ العزيز الباحة اللي اتصل بينا قال إنه شلون تصير كريمة الثوم. كريمة الثوم بيها يعني الشغل مهم لازم نبدي به أول شيء ونبيت ليلة كاملة أو يعني على الأقل 5-6 ساعات يكون عندنا بارد ويكون عندنا المواد كلها جاهزة مثل ما راح نشتغلها إحنا. هنا راح يكون عندي مي. مي اعتيادي كوب مي راح يكون عندي نص كوب من النشا كوب مي ونص كوب نشا دائما نستخدم الطاوة السيراميك عمود ما يهم انه يعني ما تتشخط عندنا مهما سوينا بها بالوسك هنا بدا الزيت يحمى عندي فأذب كل الشاورما اللي حضرناها نفس البارحة اللي سويناه باللحم هنا ما نتركها هواية نرجع شوفوا شلون بدا يتكون شيء عندنا شلون الجل هو عموما النشا لما ياخذ حراره يبدي يثخن ولهذا دائما نستخدمه انه ماده هي تكون مسخنه نشتغل بها
شلون صار عندنا، نظل نطبخ شيء 10 دقائق او 5 دقائق لحد ما نتخلص من الطعم مال النشا هنا. ها هي راح تكون المادة الأولية اللي راح نشتغل بيها. هاي ننزلها بماعون ونتركها تبرد يعني شيء قلنا أقل شيء 5 ساعات لحد ما تاخذ قرارها، وبعدين نجي نشتغل بيها. نشوف الدجاج مالتنا. أنا خال الصوص فيها لأن عندنا اليوم لما بدنا نشتغل شيء يعني ما مخمري قبل فترة، فنحتاج إنه يكون صوص وياي يفور بيه شلون اللحم على مود هم ياخذ طعم وهم يبدي يستوي عندي. هسه خلينا نبدي نشتغل صلصة الثوم. ناخذ مقاديرها كريمة الثوم. اول ما راح نبدي نص كوب مي او اكثر، ما راح نديره كله بالبدايه، خاف نحتاج انه نخفف بالمواد اللي سويناها بالبدايه. شوفوها شلون صار عينا جل، شيء ثخين موجود عندنا. هنا عندي ثوم 4 أو 5 براحتكم. هنا عندي خل، وهنا عندي عصير حامض. عندي الثوم والخل والمواد اللي خليناها والمي كلها صارت جاهزة هنا، خليناها بالخلاط. راح نجي هنا نبدي نلزم المادة اللي عندنا هنا اللي سويناها بين النشا والمي، نقطعها بإيدنا. هنا نجي نضيف عليها عصير نص حامضة، شوية من هذا الحامض الأخضر يكون أطيب وينطي طعم، وراح نضيف عليها نص بوتيتاية مسلوقة. ناخذ مقاديرها بعد اذنكم، ناخذ مقادير كريمة الثوم.
نشوف الكريمة اللي عندنا شلون صارت. نضيف شوية بعد من الكمية اللي عندنا النشا والمي. خليهم بالتدريج، ما نخليهم مرة واحدة. نهم داخلها نضيف الزيت، نضيف عليها ملح. هنا خلص عندنا كريمة الثوم اللي طلبها الأخ البارحة من عندي وقال شلون نسويها. أول ما بدينا بالنشا والمي، شقد تخلي مي تخلي نص نشا، أوكي. والمقادير كلها طلعناها قدامكم أكثر من مرة، شقد ما تخلي نشا تخلي ضعفه مي، وتسويه على الطباخ أول شيء، وبعدين فرشة بصينية أو بأي شيء ثاني على مود يبدي يبرد عندك وياخذ راحته. بعدها صار عندنا كريمة الثوم جاهزة اللي ممكن نستخدمها بالشاورما، ممكن نستخدمها بأي شيء نريد. طعمها أكيد كلش طيب، راح نقدر نشتغل بها وراح تحافظ على نفسها أطول فترة ممكنة، خصوصا أنه ما خلينا بها البيض، ما نزل بها نهائيا، لا صفار لا بيض نهائيا، اشتغلناها مثل ما هي بدون هالمواد، بالتالي أنه ما راح يكون عندنا فد شيء يخرب ويسبب لنا مشاكل. هنا اعتيادي نعوفه يستوي الدجاج ويفور بالصوص اللي مسوي لها احنا. اضافة البوتيتا تنطيها طعم كلش طيب، فيعني سلقوا دائما وهم خلوها تكون باردة لما تضيفوها، راح تشوفون طعمها كلش طيب. شوف الدجاج مالتنا يفور بالصلصة مالته. خلي نبدي نقلب الفنجر، شوف الزيت اوكي عندنا، بعد شوية يحتاج له. الدجاج مو مثل اللحم يحتاج له وقت يبدي يستوي بيه. هنا خلص تقريبا يعني ما بقى له شي دقيقتين ثلاثة يستوي الدجاج، وهو دا يفور بالمي مالته والزيت وياه، بالتأكيد راح ينطي طعم كلش طيب. الهيل والدارسين كذلك عندنا، والبهارات اللي موجودة عندنا، الشاورما دجاج اللي ذكرناها وامشوا عليها حتى بالمطاعم راح تكون كلش طيبة عندكم.
نشغل هنا النار على هاي الطاوة. ننتظر شوية الفنجر يستوي عندنا. دائما لا تذبونه هواية على مود لا يبدي يعني يبرد الزيت الموجود بالطاوة، بالتالي راح يتأخر عندنا وتعجن 100% البوتيتا عندنا. فعمود نقليه بشكل صحيح، نخليه كمية قليلة ويكون الزيت حار عندنا، فراح تتقلى بشكل كله صحيح. هاي خلاص استوى عندنا هنا. شباب ناخذ اتصالات بعد اذنكم. ارقام اسفل الشاشه يحب يخابر الاخ العزيز اللي خابرنا البارحه على كريمه الثوم. يا ريت تشوف الحلقه وتشوف شنو مقادير عملها وشلون طريقه عملها. خلنا ناخذ مقادير الدجاج. عمود نبدي نحضر السندويتشات اللي عندنا. الدجاج استوى عندنا، الصوص مالته وياه راح يكون كلش طيب، يعني بين لبن بين راشي بين عصير حامض طبيعي. هذا جاهز هنا. راح نسوي بالطريقة اللي يسووه المطاعم اللي يستخدمون العيش ويستخدمون عفوا خبز الاشراك. ما عندنا خبز الاشراك مقطعة اني ومحضرة، راح تكون واحدة واحدة نشتغلها. أول شيء كريمة الثوم اللي سويناها، ناخذ الشاورما اللي سويناها، هذا الشكل ونلفها. بعدين نجيب خبز الاشراك اللي دائما نشوفوه بالمطاعم وهم نلفها بيها. وين؟ بالزيت. نخليها تنكبس هنا. دائما تشوفون اكو خبزه ملفوفه فوق العيش اللي هو هذا خبز الاشراك، يكون كلش خفيف. نشوف الفنجر مالتنا، خليه يستوي براحته. نبدي نشتغل الساندويتش الثاني. راح نخلي كريمة الثوم
هي دائما تكون مرافقة للدجاج، ما يكون اللحم يكون يا طراطور. هناهم شوفوا دائما قلت لكم تشوفون اكو خبزة نلفها بالنص، خبزة تكون ملفوفة فوق العيش اللي هي خبز الاشراك وموجود بالأسواق. شوية دهن نخليه هنا تنتي طعم ويرطب الخبزة اللي عندنا. نحضر الماعون مالتنا كالعادة مثل ما يحب الكل، انه دائما يكون عندنا كريمة ثوم على الجانب، بهذا الجانب هم نخلي كريمة الثوم. نوم حامض اكيد الاخضر كلش طيب يكون اكيد ويا الشاورما. نشوف هذا الساندويتش جهز عندنا، نخليه بهالشكل هذا. المهم خلي الدهن اول شيء عليها، بعدين نخليها بالطاوة، اي طاوة مو الا هالطاوة مال ستيك، اي طاوة مشيفة عندكم او اعتيادية اكيد راح يشتغل عندكم بشكل طبيعي. هم الساندويتش الله نسوي الساندويتش الأخير نفس الطريقة، هم كريمة الثوم هاي الرطوبة اللي خليها احنا او الكريمة اللي خليناها هنا وهنا كذلك خليناها موجودة بالدجاج، يعني ما سويناها كلها وما خلينا يعني شلنا الدجاج، بس يفضل دائما الكريمة تكون موجودة راح تكون كلش اطيب. شوفوا الاشراك هنا اول ما يتعرض للدهن او الزيت اللي موجود راح ينزل بالطاوة رأسا شلون راح يلزق واحد على الاخ. هذا كمل عندنا هنا فنجر صفيه زين ونخليه شوفوا طلع كريسبي مقسب. ليش؟ لان احنا ما خلينا هوايه وخلينا الزيت يبرد وبالتالي الفنجر كله عجن، فدائما خلوا شويه شويه بالطاوه على مود ما يعجن عندكم الفنجر والزيت يبقى حار دائما. هو حار الزيت رشه ملح، الزيت عليه حار على الفنجر اقصد، هو حار الزيت راسا نعطيه ملح. نقلبه بهالشكل هذا. هذا هم صار جاهز. ونخلي الساندويتش اللي عندنا الأخير.
هنا كذلك هم نخليهم هنا. خلينا نذب وجبة فنجر. لا هواية نذب هواية على مود قلت لكم من برد الزيت. ناخذ الفنجر الجوانب هنا كذلك شوفوا راح يتقلى براحته ما دام الكمية مو هواية راح يتقلى كلش براحته. شوفوا هنا رأس اللزم الاشراك عندنا شوفوا رأس اللزم عندي ولزق واحد بالاخ دائما هو هذا اللي يستخدموه ويا العيش لما تاكلون ساندويتش تشوفون وياه شلون غلاف بيه او شيء فوق العيش هو الاشراك اللي يسووه دائما دائما نرطبها. هنا رأسا نقصب عندنا راح يصير كلش طيب ينطي في الطعم كلش طيب إلها. شباب نكرر المقادير بعد إذنكم. شوفوا هنا النشا والمي اللي سويناهم شلون صارت عندنا بس نتركه يبرد وبعدين يعني نعوفها قلت لكم 4 ساعات 5 ساعات ممكن 3 ساعات بس اريد اكون يبرد تماما وراها راح نقدر نشتغل بكريمة الثوم. شلون راح نشتغلها؟ جينا بالبداية سوينا نخلي هنا الساندويتشات جينا بالبداية سوينا أول ما بدينا خلينا المي وفوقه النشا بالطاوة اشتغلنا بالطاوة كملنا بدأ يصير مثل الجل شلناه خليناه على جانب يبرد. بعد ما برد عندي خلاط موجود بأي بيت أكيد موجود راح نخلي الثوم ونخلي المي ونخلي وياه الخل وعصير الحامض يضرب بالخلاط إلى أن ينتهي الثوم يصير يعني مثل المي ماكو ثوم كامل. وراها نضيف عليه نص بوتيتا مسلوقة وراها شو نضيف عليه اللي سويناه المكون من كوب ونص كوب نشا كوب مي ونص كوب نشا شوية شوية نضيفه لحد ما يكملون بالأخير أضيف نص كوب زيت. بعد الزيت خلاص صار كامل عندنا الدجاج جينا سحبنا الأفخاذ وراها خمرناه وخليناه هو والكريمة مالته هو والصوص مالته كله بالطاوة لحد ما شربه وفاربي فبالتالي انتهى عندنا موضوع الزفرة تماما. وهاي البهارات هم عندكم شفتوها خلينا نعيد البهارات نعيد مقادير الدجاج والكريمه وبعدها نختم بس على مود نخلط الكريمه يشوفوها الشباب.
عندي الشاورما هنا ومقاديرها مثل ما تشوفوها، دا احاول اكررها اكثر من مره بالحلقه على مود تشوفون كل المقادير اللي عندنا. ناخذ التوابل بلا زحمه عليكم. هاي التوابل اللي عندي: فلفل ابيض، زنجبيل، كمون، كزبره وجوري، خردل، وعندي بابريكا، وعندي دارسين وكاري وكركم. ممكن تضيفوا له الهيل وممكن اي مول. عندي الثوم 4 حبات والمي وعصير ليمون والخل والبوتيتا والزيت، وعندي طبخ النشا مي كوب ونص كوب نشا راح يكون عندي. خلص المواد كلها اللي شفتوها، والدجاج خلاص، وكذلك خلصنا الكريمه. طريقه كلش سهله ومبسطه واي واحد يقدر يسويها بالبيت. ختاما شكري وامتناني لكرم متابعتكم، انتظروني غدا، انا الشيف عرفان في مال الله.